الان تشيع عندنا. ابو محمد من المنيا، تفضل ابو محمد. ابو محمد انت على الهواء مباشره. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو محمد انت تريد اعلان تشيعك ان شاء الله. اها ابو محمد انت من المنيا، ممكن تحدثنا عن هذه الرحله؟ متى يعني قررت ومتى بدات بالبحث حتى وصلت الى هذا الاعلان ان شاء الله؟ والله من بعض اخواني المحبين لاهل البيت تعرفت على المذهب الشيعي ومن حوالي 3 سنوات. اها رحله طويله اذا. وما الذي جذبك؟ ما هي النقطه التي جذبتك اكثر من غيرها؟ والله اللي جذبني كلام الشيخ ياسر الحبيب حقيقه، يعني نشكره هو على كل هذا الكلام اللي هو نشره وملأ قلوبنا حب الآل البيت عليهم السلام ورضي، ولعم الله كارههم، ولعم الله أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وحفصة. إلى أعلن تشيعك قبل إن شاء الله. بارك إن شاء الله أبو محمد. إذا أنت جاهز سماحة الشيخ معك. تفضل يا سيدي، لنا الشرف. أستغفر الله، لنا الشرف. بارك الله بك ووفقك، وأسأل الله تعالى أن يثبتك. أنا نفسي، أنا اتصلت أكثر من مرة وما حصلش الشرف أن أنا أعلن تشيع أمام حضرتك، وكنت وترددت أكثر من مرة على إعلان التشيع، بس أنا حبيت أعلن تشيع عشان أطمن إخواني في مصر إن الشيخ ياسر حبيب نشر فعلا الدعوة بتاعته وانتشر حتى وصلت إلى صعيد مصر وإلى قرى مصر، وأهل السنة اللي بيسموا نفسهم أهل السنة هم أهل البدع والكفر والضلال لم يفلحوا في ان هم يسموا اذاننا وما نسمعش الكلام الطيب وما نحبش اهل البيت. صلوات الله على اهل بيت نبينا والحمد لله الذي صلى على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين، اللهم صل على محمد في البلد الاعلى الى يوم الدين. اللهم اني اسالك بالحسين الوجيه وبامه وابيه واخته واخيه ان تنشر التشيع في مصر يا رب العالمين. الهي امين، الهي امين. استجاب الله لك، استجاب الله لك ان شاء الله، وجعل على يديك تحقيق هذا الأمر وعلى يدي بقية أخوانك من المؤمنين إن شاء الله. بصوتك ووجهك البشوش مثلي وأمثالي كثيرين يريدون التشيع إن شاء الله، وأنا ما بقولش الكلام ده لا إعلام وأنت ولا أي شيء، لا، بل في هناك زمايلي يحبون الشيخ حياة الحبيب ويحبون التشيع، ولكن الظروف لا تسمح لهم. إن شاء الله تسمح لهم، وإن شاء الله الله يرزقهم وإياك قوة القلب والشجاعة والجرأة إن شاء الله في الدين. آمين. والحمد آمين لله الذي يرينا هذا في هذا الزمان، أنه الحمد لله في هذا الزمان كثر من أبناء هذه الأمة المرحومة يتبصرون بالحق ويعرفون مظلومية أهل بيت نبيهم صلوات الله عليهم ويتبعونهم صلوات الله. الحمد لله صلوات الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على بركة الله تعالى. قل يا أخانا الكريم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء عليها السلام. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. وأبناءهم المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة.
وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هنيئا لك أبو محمد، هنيئا لك ركوب سفينة النجاة الكريم، وأسأل الله أن يجمعك بمحمد وآله الطاهرين عليهم السلام في الجنة إن شاء الله. بهذه المكالمة، وإن أنا أعلن هذا الحق أمام سماحة الشيخ ياسر الحبيب اللي أكمله كل احترام ويملأ حبه قلبي كما يملأ حبه قلوب أصحابي. الحمد لله رب العالمين مش وحدي، إحنا كتير، وهم حملوني رسالة إن أنا أقول لك إن إحنا بننتظرك وننتظر البث المباشر في قرانا وليس في مدنيا، إحنا في القرى، ونتمنى نسمع صوتك دايما، وحلقاتك ليست مسجلة إلا في القلوب. الله يحفظكم يا أخي الكريم. في قلوبنا وفي عقلنا بنسير على خطاه وعلى هديه. وكل يا شيخ ياسر، احنا بدأنا نصلي الحمد لله رب العالمين صلاة أهل البيت، وصلواتنا في الليل صلوات الإمام علي عليه السلام، كل حركتنا وتسبيحاتنا ولله الحمد. يعني احنا مش متشيعين كده اسما وبنحب أهل البيت كده، لا، احنا مش درويش، احنا الحمد لله رب العالمين بنشتغل ونقيم الليل وبنمشي على هدي أهل البيت من كلام حضرتك وتعليم حضرتك. إن شاء الله سيكون تشيع صعيد مصر على يدك يا أبا محمد. ما شاء الله. بس احنا في مصر، احنا في مصر برضو التعليم من خلال القناة مش يعني نقدر نقول، يعني احنا في تساؤلات في داخلنا عاوزين نعرفها، عشان لما نتكلم مع حد يبقى معنا الحجة، نقدر يبقى معنا الدليل. لكن احنا برضو تلاميذ بالنسبة للشيخ ياسر، فكنا عاوزين يعني الملحدين في مصر لهم مركز ونوادي ويلتقون، واحنا اهل التشيع ملناش مكان نلتقي حتى ولو زاويه صغيره نقعد فيها نتشاور، واللي عارف حاجه يقولها للي مش عارف. امتى يكون الكلام ده؟ ان شاء الله يكون قريبا باذنه تعالى، ان شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أحسنت يا أبو محمد، وهنيئا لك. الله يخليك، جزاكم الله خيرا عنا وعن أهل مصر جميعا. الله بارك الله بك وبأهل مصر جميعا. الله يرضى عليكم بحق محمد وآل محمد وبحق الحسين، الله يحفظكم، بحق فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين، صلوات الله عليهم أجمعين. وشيخي بلغت السلام رحمة الله عليه، شيخي رحمة الله عليه توفى منذ 3 شهور رحمة وهو الله يبلغك عليك. السلام وبيحبك في الله، ودائما كان يوصينا بسماع صوتك وسماع حلقاتك. شيخي توفى من 3 شهور وكان متشيعا، ولكنه أعلن تشيعه أمامنا احنا، وحببنا في الشيخ ياسر حبيب في التشيع. ما شاء الله ما شاء الله، رحمة الله عليه، جمعه الله في محمد وآله، جمعه الله بمحمد وآله. اللهم اجمعه مع محمد وآل محمد يا رب، إلهي مع فاطمة الزهراء صلوات الله عليه. آمين يا رب. إلهي آمين، إلهي آمين. أحسنتم أبا محمد، أحسنتم الله، جزاكم الله خيرا عنا. شكرا أنا سعيد خالص النهاردة، ومش عارف أوصف لك مدى حبي وشعوري إن أنا قدرت أتواصل معكم، بس كفاية. الله يحفظكم على العين والرأس أخانا الكريم، على العين والرأس. الله يخليك يا ربنا يحميك، ربنا يحميك، حماكم الله وحرسكم ووفقكم لخير الدنيا. أحسنتم أبو محمد، أحسنتم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم وفيه، حياكم الله، الله يخليك، الله يحييك.